اللي شفناه السنة ما شفناهش عامين تالي في كل شيء. الاستغلال نتاع جماعة البرة الأسعار متضاعفة ثلاثة مرات فتخوا. انتوما هوني أغلى من البرة. كيفاش يا هوني أغلى من البرة. اللي تاخذ الخبز انت 300 فرانك الخبزه تخلص معاها ساشي ب 100 فرانك ولا في تونس فاش عامل فاش قاعدين نعانيو. الاخلاق ما شاء الله اخلاق طيبه على الاخر، الناس طيبه برشا، التربيه بالعمل. انا قدام ولدي حشمت اولادي جاوا المره هذيا وندموا على الفاكونس اللي جاوا. بالحق نحكي معك مش فضلك راهو، انا نقول لك انا كل عام نجيب اولادي، خاطر احنا كنا نعملوا عام برا في بلاصه اخرى وعام تونس، فهمتني؟ السنة اولادي قالوا لي يزي ماما ما عادش نجي في الشتاء ما فيش عمرهم الاولاد زعما عندي زوز 15 سنه تواما وحمل سنين لا يفهم ما شاء الله ويحكيوا العربي يفهموا كل شيء فهمتني؟ يعرفوا يقراوا العربي هذيك ندخل انا اولادي الريستورون وراجلي خمسه من الناس 350 دينار نحط ونخرج كل يوم. شنو قلت حاجه كيفاش يعرفوا اللي انت من خارج؟ شمونا انا هاني عرفت برفان نخرج والله نخرج بالعاني هكا لابسه شليكه واحد ويعرفونا يقول لك جماعه لورو انتوما شو ما يفرقش راهو يعرفونا وما لا يعرفونا انت يستغلوا معناها يستغلوا شو انا كي تستغني وتعطيني سيرفيس ورستوختي نعطيك عينيا اما انت تستغني وما تعطينيش سيرفيس وتزيد تسمعني الكلام انا حتى داخليا مشينا باش نبدلوا باسبوراتنا ندمنا على تبديل الباسبورات فهمتني؟ قالوا لنا تاش قالوا لنا اختي قالوا لنا ارتحنا منكم قلت له بارك الله فيك والحمد لله نحكي معكم سامحني سامحني ضغط نقول لك نخدم انا باش تعرف انا مترجمه ونخدم مع الداخليه ونخدم مع المراكز نتاع الشرطه ونخدم مع اللي تحب علي انت وقت اللي يكون عندنا ضغط خدمه خاصه المهاجرين اللي قاعدين يجيو الحارقين ما نجيش نسبوا انا المهاجر ولا نقولوا برا ما نحبش نروجك كلية خاطر انا عييت منك صارت سنه اللي صارت سنه صارت توا ما عنديش جماعه توا اللي ساتش قالت لي ارتحنا من وجوهك بعد شبابكم تجيو باسبور احمر اقعدوا غادي في بلادكم علاش جايين؟ قلت لها بركه الله على الاخلاق ولا تربيتك يا مدام قلت لها قدم اولادي شجعوا فيهم على تونس احنا حبوا فيهم في بلادهم الاصل يقعدوا ديما توانسه ما ولادي برا ما توانسه اول حاجه شنو هي المراه نتاع ليكيب ناسيونال نتاع باش نقول لك فوالا انا اليوم اولادي ماما قالوا لي نجيو نشوفوا انا ماماتي يزيك هاو ما عادش نرجع مدام حبينا لا لا سيدي حاجه حبينا نعملوا جمع في الحمامات فهمتني؟ حكي لها سوام جيب أربع أيام في الحمامات أختي 18 مليون إحنا قتلنا جمعة قلت أربع أيام قالت لي 8 مليون و500 أي والله أنا كل بلاصة دولة أخرى خنفسلك أختي خنفسلك أختي لا خنفسلك إحنا من باي دخلكم يقول لك لازم تكون عندك انخراط نحن جينا في باتو مخلصين 6 ملايين ب 6 ملايين تونس باتو جايين لتونس صح؟ أي في الباسيزون نحن أختي حتى الوقت هذا صار فينا 20 مليون تعرفوا مشينا نتفرج ندم أنا عندك روحت انا 20 مليون تندم. اختي هزني للمنديف وتسني لدبي و15 يوم ونروح ماكل شارب فول واستقبال اي سيرفيس ثلاثة ايام في جربه ثلاثة ايام في جربه نحب نسميه لوتير مهيري جربه 5 ملايين فهمتي حطينا 5 ملايين ثلاثة ايام اما سي ان غون سيرفيس وعباد يفرحوا بنا بالحق جماعة الجنوب احنا في بلادنا تحية تحية كبرى جماعة الجنوب حقيقة شابولي ريزرفيتو من قبل لا ما ريزرفيتوش ولا في نهار احنا كنا مقارنين بلاصه قريبه نحن بدلتوا في اخر وقت يا اختي جات 13 مليون جمعه علاش عزايزه نشريك بها كنبه لاختي ولا صحيح بصراحه 13 مليون تمنك عليا انا عميل تري جيت وعدينا نحن 10 ايام صراحه 5 ملايين خلصت 10 ايام 5 ملايين اليوم تقول لي 13 مليون 10 ايام ما انتم مغشين برشا تعرف علاش متغشى انا وياه كي نخدموا عزايزه عام كامل مانيش نقعوا في ثنيه احنا الفلوس اللي يدق علي باب الدار يقول لي خذ نعرقوا ناس الكل نخدموا مراه وراجل فهمتني ونربيوا في صغار ونعيشوا في عيشه زكاة طيبه يعني مش حخلي ولدي مش حقي نجي نحب نجي نفرهد انا في بلادنا نحن اي ونعاونوا بلادنا ما عنديش حتى مشكل فهمتني لكن حقيقة التفرهيد واحد مش في تونس، والله يا اختي تعبين نحن. تعرف قال لي راجلي انا قال لي امي بابا تفن تحت التراب ما عادش نجي. كان علينا قعدت لي امي واختي. عندك خواتك. عنده ولكن يشوفوا لي كلمهم انا لا لا كلمهم ديما على الواتساب. عم يسافروا نشوف اي بلاصه نجم نشوفوهم اما الا تونس نجي في الشتاء جميعها من زمان على الاقل الناس كلها في الديار. اللي صار هكا ولا لا؟ قولوا فيه ما زلتوا باش تغشوا وما زلتوا باش تشوفوا برشا حاجات في الشارع راه مانيش مبالغ انا. لا تلقحنا تو نحن تلقحنا. نعم دي بيلو بصراحة. شو تلقحنا لكن نحن شو مانيش طالبين حاجه كبيره راه خف اسلك اختي نحن 24 سنه سنسنا بريت محليه غاديك نحبوا نجي ونشوفوا نشوفوا موا 10% نتاعو في تونس اكيد تبسيمه وقت ضحكة وانك تعطينا سيرفيس نعطيك نخلصك حتى دوبل ما يهمنيش المفيد ان انا قصر ثم تبسيمه راهم مكشرين يكشروا في وجهك من غير تبسيمه لا سيرفيس انا اختي في الاسواق ندور نحكي معاهم تلفت لي ولا شد التليفون في يده ولا ما على بالو بيه خلي راجل دخل تحمل وين سايب التليفون فيقش بيا انا خدمت راني لهنا راني خدمت لهنا تعرف شنو معناها ترحب بالعبد وتفرح به وحتى ما يشريش وكذا
اختي لاني باش نقول لك بدلت برشا تونس في 12 عام 13 عام الله يهدي. انا نقول لك مش 12 عام، انا قلت لك في العامين الاخرانيين. انا نعمل لك في كومباريزون تاع عامين التالي 2022، احنا قعدنا 4 سنين بعد الكوفيد ما جيناش. 2022 2024 اللي شفناه نحن وصدقني والله نتاسف عليها. اسمع بخلاف شو نحكي، بخلاف المعامله والطريقه نحكي حتى على البلاد وعلى وسخها بصراحه بصراحه. الوسخ حاشك الزبله بلاش كلها. كان نقول لك على الفيران اللي هيجه حتى على غيز دوس اللي تحكي عليهم انت ويقول لك هيجه عليهم بالحق.